ما يقارب شهرا من الزمن مرة على طلب تنحية القاضي فادي صوان المقدم من الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر بذريعة الارتياب المشروع. شهر مرة من دون تحقيقات ولم تبت إخلاءات السبيل أو يجرى أي استجواب بسبب قرار صوان وقف السير في الدعوة، وهو أمر يجد فيه المتضررون تأخيرا للعدالة، وفيه مظلومية للموقوفين المدعى عليهم بمواد تفوق مسؤوليتهم. على سبيل المثال، فالادعاء على الرائد جوزيف النداف وفق مذكرة التوقيف التي حصلت عليها الجديد هو بإدخال مواد خطرة قابلة للتفجير وضعها تباعا في العنبر 12، وهو ما تجد فيه أسرته مظلومية في ظل توقف التحقيقات. نحن اليوم ما فينا نقدم إخلاء سبيل بمحل، في اجتهادات، حدا بيقلنا أنه الفترة اللي بيقدر يوقف فيها قاضي التحقيق هي شهرين قبل للتجديد مرة واحدة، وحدا تاني بيقلنا أنه لا، قاضي التحقيق عنده صلاحيات إلهية بيوقف قد ما بده. هلا نحن أمام وضع أنه مسكر المكتب ناطر البت بموضوع الارتياب اللي قدموه زعيتر وعلي حسن خليل. نحن هون نحن بدنا المحاكمات تتروج وتعجل، احنا ما بدنا نتأخر ونضل بعد فترة أطول والأفق يكون مسدود. إجا زلمي، إجا ديك، وعيكم، صحاكم، مش من العدل أنه تذبحوه. تنص المادة رقم 340 في نهايتها على أن طلب نقل الملف لا يوقف السير في الدعوة إلا إذا قررت محكمة التمييز ذلك، إلا أن محكمة التمييز أصدرت قرارها الذي قضى برد طلب وقف السير في إجراءات التحقيق وإعادة الملف إلى القاضي صوان. هذا القرار الذي صدر اليوم منفصل تماما عن ملف طلب نقل الدعوة اللي تقدم للارتياب المشروع من قبل النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، اللي هو الملف الأساسي. اليوم ينتظر إتمام التبليغات، بعد ما تتم هذه التبليغات سيصدر قرار التمييز بطلب نقل الدعوة، من كان الموافقة على طلب النقل أو إبقائه عند القاضي صوان. ولكن القرار اليوم يعني أنه إعادة الملف إلى القاضي صوان واستكمال التحقيق. الواضح أن طلب الارتياب المشروع المقدم من الوزيرين زعيتر وخليل أراب القاضي صوان نفسه الذي أوقف التحقيقات، ولكن من شأن قرار محكمة التمييز أن يقلل من ارتياب صوان. المطالب من المدعين والموقوفين على السواء باستمرار تحقيقاته بعيدا من الضغوط التي تمارس من خلال طلبات ارتياب قد يكون ظاهرها مشروعا وباطنها عدم تحقيق العدالة. هادي الأمين، قناة الجديد.